Mega Goal 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students and teachers? I hope you're fine. Would you please press like, subscribe, and activate the bell? فضلا منكم أعزائي المعلمين والطلاب الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. Okay, dear student, we are still in unit 1. You have got mail 10 writing. Page number 14 and 15. In this lesson you are going to, ستقوم عزيزي الطالب في هذا الدرس بالتالي. 1. Discussion. Discuss differences and similarities between two emails and make notes in the chart below. مناقشة الاختلافات والتشابه بين الرسالتين الإلكترونيتين ثم بعد ذلك كتابة الملاحظات في الجدول الموجود في الأسفل. 2. Read the email. Read the email and answer the questions. قراءة الرسالة أو البريد الإلكتروني ثم الإجابة على الأسئلة. 3. Writing. Write an email to a friend. الكتابة. اكتب بريد إلكتروني إلى أحد أصدقائك. Okay, dear student, open your book page number 14 and 15. 1. Discussion, المناقشة. Writing. A. Work in pairs. Compare the emails from Mr. Maynard and Melania on page 6 and 7. Make notes in the chart below. العمل في شكل مجموعات. قارن رسائل البريد الإلكتروني الواردة من السيد ماينرد وميلينيا في الصفحتين 6 و7 ثم بعد ذلك قم بتدوين الملاحظات في الجدول الموجود في الأسفل. 2. Use your notes to report in class. Discuss differences and similarities. استخدم ملاحظاتك للتقرير داخل الفصل ثم ناقش أوجه الاختلاف والتشابه بينك وبين زملائك. 3. Why do you think there are differences? لماذا تعتقد أن هناك اختلافات؟ Okay, dear student. Now we will explain this chart. سنناقش وسنشرح هذا الجدول. Email, البريد الإلكتروني. From, من, page 6, page 7. وهذا المقصود ببيج 6 وبيج 7 الرسائل الإلكترونية التي وردت في هذه الصفحات. سنبدأ من البداية. From, من, جونثون ماينرد امبورت مانجر وهو الشخص المرسل لهذا البريد الإلكتروني. On page 7 في صفحة 7 أو الرسالة الإلكترونية في الصفحة 7 ميلينيا المرسل ميلينيا. 2 إلى مستر سيلفا. This is email on page 6. For page 7 أوليفا. Greeting الترحيب. Dear Mr. Silva, عزيز السيد سيلفا. والرسالة الأخرى. Hi, Oliver. أهلا, Oliver. Opening lines الافتتاحية لهذه الرسالة. I want to apologize for not answering your email sooner. أرغب بالاعتذار عن عدم الرد عن بريدك الإلكتروني قريبا. الرسالة الأخرى. How is work and how is Paris? كيف يبدو العمل وكيف تبدو مدينة باريس؟ Topic information continent العنوان المعلومات المحتوى. New suppliers new businesses ويتكلم عن الأعمال بين هؤلاء الأشخاص. رسالة أخرى. Pending visit, stay with friend with their parents. الزيارة والإقامة مع الأصدقاء في مدينة باريس.
closing lines الختام لهذه الرسالة. Best regards, معاطية بالتحيات. I am really looking forward to seeing you again. وهذا بخصوص الرسالة الأخرى. أتطلع حقيقة لرؤيتك مرة أخرى قريبا. Signed, التوقيع J. Maynard. الرسالة الأخرى ميلينيا. Purpose of email, الهدف من هذا البريد الإلكتروني. To reply to a business proposition, للرد على رسالة الأعمال الذي أرسلها إليه. الرسالة الأخرى To inform and ask for information, للإخبار والسؤال عن بعض المعلومات. To read the email, قراءة البريد الإلكتروني. One, read the email from Adil to his friend in the USA and answer the questions. أقرأ البريد الإلكتروني من عادل إلى صديقه في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أجب على الأسئلة التالية. Where did Adil spend the summer? أين قضى عادل إجازته الصيفية؟ Adil spent the summer in the USA. قضى عادل إجازته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية. What time of year is it? في أي وقت من السنة كان؟ It's early autumn. في أوائل الخريف. How does Adil feel about starting school again? ما هو شعور عادل حيال العودة إلى المدرسة؟ He doesn't feel very happy because he has to get up early, spend the whole day at school and do homework. إنه لا يشعر بسعادة كبيرة لأنه يتعين عليه الاستيقاظ مبكرا وقضاء اليوم بأكمله في المدرسة وأداء واجباته المدرسية. Why is he excited about the weekend? لماذا متحمس لعطلة نهاية الأسبوع؟ He is excited about the weekend because his father has promised to let him drive the jeep in the desert. متحمس لعطلة نهاية الأسبوع لأن والده وعده بالسماح له بقيادة السيارة الجيب في الصحراء. 2. What does PS stand for? Why do we use it? ماذا تعني صيغة PS ولماذا نستخدمها؟ PS stands for Postscript is writing added after the main letter. وتعني كتابة رمز بعد الحرف الرئيسي. 3. Which email in your book is the email similar to? How do you know? أي بريد إلكتروني في كتابك يشبه هذا البريد الإلكتروني؟ وكيف علمت بذلك؟ This email is similar to the email on page number 7 from Melania to Oliver because هذا البريد الإلكتروني مشابه البريد الإلكتروني الموجود في الصفحة 7 من ميلاني إلى أوليفر لأنه The greeting is Hi Brian. التحية أهلا براين. Opening line How are you doing? Did you have a good summer? الافتتاح لهذه الرسالة كيف حالك؟ هل حظيت بصيف جيد؟ The continent has to do with what the two friends share and what is special in their lives. المحتوى له علاقة بما يشاركه الصديقين وما هو خاص في حياتهم. Closing Give my best to your family. الختام أبذل قصارى جهدي لعائلتك. Signed Adil first name. التوقيع عادل اسمه الأول. Okay, dear student, now we will listen to the audio. Would you please pay attention for listening? Page 15. 10. Writing. To Brian at megagoal.com. Subject, back to school. Attachment, JPEG.200. Hi, Brian.
How are you doing? Did you have a good summer? How's school? I guess you've just started again, right? Well, that's life. I am attaching a photo of us at the game. How do you like it? We look good, huh? This is our first week back, and everyone is trying to get used to getting up early, spending most of the day at school, then home, homework, etc. But we have some great plans for the weekend. We'll drive to the desert with my cousins and spend the night there. I wish you could come along. It would be so much fun. Guess what? My father promised to let me drive the Jeep in the desert. Isn't that cool? What about you? Any special plans for the weekend? Don't forget, it's your turn next summer. You are going to come to Saudi and stay with us. I'd better not talk about the summer now. Time to get organized and get down to homework. Give my best to your family. Idil. P.S. My teacher complimented me on my English. I told him I had spent 2 months practicing with my friend. Three, writing, الكتابة. One, you want to write an email to a friend. تريد إرسال بريد إلكتروني إلى صديق. Two, decide who you are going to write to and what you are going to write about. حدد من الذي ستكتب إليه ومن الذي ستكتب عنه. Three, complete the chart with your notes, then use your notes to write the email. أكمل الجدول التالي بكتابة ملاحظاتك ثم استخدم ملاحظاتك لكتابة البريد الإلكتروني. Okay, dear student, now we will discuss this chart. Would you please, after you see or you watch this explanation, do your own notes to write your email. عزيزي الطالب سنشرح هذا الجدول وكيف ستكتب هذه العناصر. فضلا منك عند مشاهدة الشرح أو بعد مشاهدته كتابة ملاحظات مماثلة للذي تم مثل الذي تم شرحه. كده student will start. Email البريد الإلكتروني my notes ملاحظاتي. My greetings الترحيب وصيغة الترحيب ستكون كالتالي على سبيل المثال هاي أحمد مرحبا أحمد. My opening words كلمات الافتتاحية. How is your study and how is مدينة كيف حال الدراسة معك وكيف هي المدينة. My reasons for writing this email أسباب كتابتي لهذا البريد الإلكتروني. To inform and ask for some information. للإخبار وللسؤال عن بعض المعلومات. My closing words. الجملة الختامية. I am really looking forward to seeing you again. أتطلع لرؤيتك مجددا مرة أخرى. Attach documents. المرفقات. A photo. صورة. Okay, the student, like this, you can write your notes about writing email to a friend. عزيز الطالب بهذه طريقة تكتب الملاحظات التي تود الكتابة عنها برسالة بريد إلكتروني إلى أحد أصدقائك. Writing corner زاوية الكتابة. When you write an email to a friend عندما تكتب بريدا إلكترونيا إلى صديق. Greet and sign your letter in an informal manner. التحية والتوقيع على رسالتك بطريقة غير رسمية. على سبيل المثال, for example, hi, hello, dear, plus first name and best wishes, see you soon, take care, plus your first name. على سبيل المثال, مرحبا عزيزي, ثم تكتب الاسم الأول. وبعد ذلك أطيب التمنيات نراكم قريبا اعتني بنفسك وبعد ذلك تكتب اسمك الأول. Write as if you were speaking to him, her. اكتب كما لو أنك كنت تتحدث إليه أو معها. For example, use contrasted forms, emo icons or abbreviations. استخدم
الأشكال التعاقدية أو الرموز التعبيرية أو الاختصارات. When you write to business professional contact, when you write to a business professional contact, write as if you were speaking to him, her. For example, use contracted forms, emo icons, or abbreviations. اكتب كما لو كنت تتحدث إليه أو إليها. استخدم الأشكال التعاقدية أو الرموز التعبيرية أو الاختصارات. When you write to a business professional contact, عندما تكتب إلى جهة اتصال تجارية أو مهنية, address and sign the letter more formally. العنوان والتوقيع الخطاب بشكل رسمي أكثر. For example, على سبيل المثال, Dear Sir, سيدي العزيز, Madam, سيدتي, Dear Mr, سيدي العزيز, Mers, الآنسة, plus last name, زايد, الاسم الأخير, and kind regards, مع أطيب التحيات, best regards, أطيب الأمنيات, sincerely, مع خالص التقدير. Don't use contracted or abbreviated forms. لا تستخدم الأشكال التعاقدية أو المختصرة. Look at the student. By this information, you can write this. هذه عزيزي الطالب بعض التعليمات عند الكتابة رسالة البريد الإلكتروني إلى صديق. Workbook. Look at the student. This page at workbook, which related to our lesson for today in page number 8. Dear student, we finish our lesson. We will remember you by Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Allah created 100 parts of mercy, and He distributed one amongst His creation and kept this 100, excepting one with Himself for the day of retribution. خلق الله 100 رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله 99 رحمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من قال ذلك. شكرا لكم أعزائي المعلمين والطلاب على حسن المتابعة. فضلا منكم الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هذا والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. للسؤال أو الاستفسار اكتب في أسفل صندوق التعليقات.